أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. المدى أطراف سياسية تتحدث عن مقترحات جادة لحل الحشد الشعبي. العرب الجديد، الصحة العالمية لا داعي للذعر بسبب سلالة كورونا الجديدة. عربي 21، فشل تأجيل إقرار الميزانية، الاحتلال يسير نحو انتخابات رابعة. القدس عربي، استهداف السفارات في العراق، فصائل شيعية تنأى بنفسها ومطالبات سنية بنزع سلاح الميليشيات. الترا عراق، وزير الخارجية الأمريكي يعلق على قصف السفارة، حاكم المجرمين. الشرق الأوسط، الوكالة الأوروبية للأدوية تصادق على استخدام لقاح فايزر بايونتك. الغارديان، الربيع العربي لم يكن عبثا، والمرة القادمة مختلفة. في مجتمع كالعراق له تقاليده العربية والإسلامية، قد يكون طبيعيا تفسير حوادث انتحار النساء بأنها ظواهر طبيعية تحصل في جميع المجتمعات البشرية المتخلفة وحتى المتقدمة في المدنية، لكن ما يحصل في العراق هو الوجه الثاني من الكارثة السياسية والاقتصادية، ونتاج مباشر لسيطرة الأحزاب المدعية للإسلام الشيعي وأحكامه وضوابطه وممارساته. مقال للكاتب ماجد السامرائي. ما يحصل في العراق منذ عام 2003 وإلى حد الآن من كوارث إنسانية، من قتل واختطاف وتجويع وتعمد حرمان الناس من حقوقهم الأساسية، جرائم تنفذها أحزاب شيعية وميليشياتها بوعي وإرادة وتخطيط مبرمج، وليست مشاكل جزئية طارئة تواجه حكومات هذه الأحزاب، ولم تعد شعارات نضال هذه الأحزاب ضد الدكتاتورية وبعدها شعارات القضاء على البعثيين مقنعة حتى لأقرب المريدين من تلك الأحزاب بسبب ضخامة كارثة العراقيين الأمنية والاقتصادية. يبدو إلقاء الضوء وكشف جوانب من الكوارث الاجتماعية الخطيرة التي تعصف بهم كنتائج حتمية نوعاً من الترف الاجتماعي الذي لا يثير الاهتمام، تطبيقاً للمثل الشعبي اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة. وتتعمد الأحزاب المسببة لهذه الكوارث وأجهزة الحكومات المتوالية إهمال التعرض لملف الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة في العراق، بل تتهم من يثيرونها داخل العراق من ناشطي منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الميدان، تتهمهم بالعمالة للغرب. أحزاب الإسلام الشيعي داخل مؤسسة البرلمان الخاضع لإرادتها ترفض وبقوة تمرير أي تشريع يوفر الحدود الدنيا لحماية المرأة العراقية فيما يسمى بالعنف الأسري، وهو تعبير فضفاض تطلقه المنظمات العالمية المعنية بهذا الميدان وتردده المنظمات المحلية. تقارير صحفية موثقة تتحدث عن ما خلفته حرب الموصل من معاناة لعشرات الآلاف من النساء والأرامل أو المطلقات أو زوجات آلاف المغيبين والمخطوفين خلال معارك تلك الحرب، اللواتي بقين بلا مأوى أو ضمان لحياتهن ولأطفالهن، كذلك أيضا أسر المنتسبين إلى داعش. فالمعزولات اجتماعيا يتعرضن للابتزاز الأخلاقي من قبل عناصر الميليشيات لقاء تسهيل معاملات تسجيل أطفالهن في السجلات الحكومية. عاد خريجو كليات الهندسة للتجمع احتجاجاً أمام مقر مصفى الشعيبة غربي مدينة البصرة، وذلك جنوب العراق. نتيجة العودة هو عدم استجابة أو سبب العودة هو عدم استجابة حكومة لمطالبهم في التعيين بشركات النفط، وكانوا قد تظاهروا قبل ذلك بأيام وقطعوا الطريق المؤدي إلى المصفى بعد أن شكلوا حاجزاً لمنع الموظفين من الدخول. وتعتبر مصفات الشعيبة واحدة من أهم وحدات تكرير النفط في الجنوب. حول اعتصام المهندسين كتبت هيفاء زنجنة في
في صحيفة القدس العربي. ساهم الخريجون على اختلاف اختصاصاتهم في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالعمل منذ احتلال البلاد وتسلم الفاسدين المناصب في محاصصة تجذر وجودهم. ويقدر البنك الدولي أن نسبة البطالة بين الشباب في العراق تبلغ 36% مقارنة بمعدل البطالة الوطني البالغ 16%. ومن بين هؤلاء الشابات والشباب العاطلين وغير القادرين على تكوين أنفسهم ودعم عوائلهم، هناك أكثر من 1.5 مليون ممن تخرجوا منذ الاحتلال من الجامعات والمعاهد العالية بجميع الاختصاصات. وبصرف النظر عن تدني المستوى التعليمي، فهم أعلى فهماً وقدرة وجدوى ممن تجندهم أو توظفهم الكتل الحاكمة وميليشياتها من الأميين أو ذوي الشهادات المزيفة، مما يثير تساؤلاً حول أهمية خريجي كليات الهندسة بالتحديد. والجواب هو أن لمطالبهم خصوصيتها، كونهم أبناء بلد يحتل المرتبة السادسة عالمياً كأكبر منتج للنفط خلال عام 2019 بعد أمريكا والسعودية وروسيا وكندا والصين، إضافة إلى أن بلدهم يملك خامس أكبر احتياطي للخام في العالم، يمثل 18% من احتياطات الشرق الأوسط وتقريباً 9% من الاحتياطات العالمية للنفط. إن ما يطالب به خريجو الهندسة بسيط بساطة استنشاق الهواء، وهو حقهم بالعمل في حقولهم النفطية، أي في حقول يفترض أن تكون ملكهم كمواطنين عراقيين مؤهلين للعمل في مجال اختصاصهم الذي قضوا سنوات وهم يستعدون له، ولهم الأولوية في العمل، وهو حق من حقوقهم وليس منة تتفضل بها شركات النفط الأجنبية مثل إكسون موبيل الأمريكية وبي بي البريطانية ورويال ديتشل البريطانية الهولندية، فضلاً عن الشركات الصينية والروسية المهيمنة على حقول النفط والتي تفرض تعيين المهندسين والأيدي العاملة الأجنبية بجنسيات باكستانية وبنغلاديشية وفلبينية إضافة إلى البريطانية والأمريكية. ما أصبح عليه العراق اليوم من حالة تردٍ وانهيار اقتصادي وأمني وتعليمي لا أعتقد بأنه قد مر على العراق في كل تاريخه الحديث، رغم كل ما مر به من سياسات وحكومات ومن جمهوريات تلت النظام الملكي، حروب وحصارات وعدوانات لم تنقطع منذ عام 1980 وحتى اليوم. مقال للكاتب عدنان نعمة سلمان حول الفساد الحكومي نشرته صحيفة الزمان العراقية. وكل ما يحدث في هذا المجال هو لأن لا منهجا اقتصاديا واضحا يسير على وفقه الاقتصاد العراقي، فلا هو بمنهج اشتراكي معروف، ولا هو برأسمالي مطلق، ولا هو يسير وفق اقتصاد السوق. إنه منهج تخبطي وارتجالي متطرف تميل كفته للأحزاب الحاكمة الإسلامية منها وغير الإسلامية، ولكتل وشخصيات وزعامات جميعها لها ارتباطات وثيقة بالخارج، وكل ولائها لهذا الخارج المتعدد الرؤوس والأسماء والجهات التي أصبح دعمها حسب قناعة هؤلاء الذين يحكمون العراق هو الذي يتقدم على كل مصالح العراق الشعبية والوطنية في كل حلقات حياة العراق. صار لديهم العراق هو الأخير وليس الأول حسب ما يقولون، وهم يفعلون العكس بالكامل. أما الانهيار التعليمي والصحي فهذان أمران ساهما مساهمة كبيرة في كشف سوء وفساد وخيانة كل الحكومات التي تعاقبت على حكم عراق ما بعد الاحتلال، كتلاً وأحزاباً وميليشيات وشخصيات عميلة للخارج والتي اتبعت سياسات التجهيل والتفقير ضد الشعب لأجل تنفيذ هدف عراق ضعيف ومفكك ومتناحر ومنهار لا رابط يربطه سوى سير الكثير ممن وقعوا ضحايا للتجهيل والتفقير خلف هذه الأحزاب والكتل والشخصيات التي تنفذ أجندة الخارج الحاقد ضد هذا الوطن المبتلى. أصبحت مافيات التلاعب بالاقتصاد وبسعر الدولار وقيمة الدولار هي المتحكمة بالوضع الاقتصادي في البلد،
وأصبحت وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية وغير الحكومية عاجزة عن الوقوف أمام وجه أو موجة الانهيار التي تلف البلد. علمنا سابقا أن الجهات التي ذكرناها أعلاه هي التي ساهمت بشكل مباشر تارة وبشكل غير مباشر تارة أخرى في تردي الوضع الاقتصادي المتهرأ أصلا بسبب الفساد المالي والإداري الذي تفشى في كل حكومات العراق ما بعد عام 2003. عندما يكون هناك أكثر من 30,000 ملف فساد تلاحق طبقة سياسية فاسدة تفننت في مداورة السلطة فيما بينها، أظن أن بإمكاننا أن نصنفها بأنها لا منتمية إلى بلدها أبدا، لأن دالة الصلة معه مبنية على أساس الإثراء والمغانمة فحسب، وبممارسة هي أشبه باللصوصية والنهب دون أي وشيجة أخرى، مقال كتبه رزاق عدائي في صحيفة المدى. قد كان بناء الدولة في أعقاب الاحتلال هو الذي أسهم بقوة في تركيز وتكثيف السلوك اللانتمائي في الشخصية العراقية، وكان من تبدياته شرعنة الفساد وتلونه وانتشاره في كل مفاصل الدولة. خطاب الدولة عبر مؤسساتها في البرلمان والدستور أنتج المحاصصة المولدة للفساد بضراوة، فإشغال المناصب يجري بمعيار التحاصص والمغانمة، أما القوى السياسية التي شكلت ما يسمى بالطبقة السياسية فقد قدمت من الخارج وهي معبأة بدعوى المظلومية والتهميش من قبل النظام السابق، التي وظف وكرس هذا الادعاء بمهارة في مادة في الدستور العراقي في 2005 للاستحواذ على أموال الدولة كاستحقاقات طائلة وشرعنة للسرقة ونهب موارد الدولة. التظاهرات التشرينية 2019 الأخيرة التي اندلعت كحركة مقابلة لحالة اللا انتماء الذي خيم على بنيات المجتمع العراقي هي صيرورة حتمية لا بد منها لبلوغ حالة الانتماء الأصيل بدلاً من اللانتماء. في عقود مر بها العراق ليست بالبعيدة كثيراً، كان المرء يطارده الشعور بالإهانة العظيمة إذا ما أشير إليه بتهمة الحصول على الرشوة مثلاً، ولكن انقطاعاً حدث بعد ذلك أدى إلى تناقص في هذا الشعور، وحل محله سلوك مضاد له ومعاكس، فصار مثل العرف في السلوك الاجتماعي وبات نمطاً من المهارة والتشاطر، فما يخشى منه ويجري في السر أصبح مشهراً به وبمنطق التباهي في سياق من الشذوذات التي تفشت قيماً سائدة في أوساط الشعب. نشرت صحيفة غارديان مقالاً للصحفية نسرين مالك قالت فيه: إنه في نهاية عام 2010 كنت في طريقي إلى السودان لقضاء إجازة عيد الميلاد، حيث كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي العربية بحثاً عن قصاصات من المعلومات حول قصة تتكشف في تونس، قصة كان الإعلام العربي يحجبها والإعلام الغربي ما زال يتجاهلها، لكن حتى عندما كتبت حينها عن إمكانية تلك الاحتجاجات وقابليتها لم أتخيل أبداً أنها ستصبح ما نسميه الآن الربيع العربي. كانت المشكلة هي عدم وجود ما يكفي من القوى اللازمة لنجاح الثورة بدلاً من وجود العديد من التيارات المضادة لها، لأن الدكتاتورية لا تتعلق فقط بحكم رجل واحد بل تتعلق بتعقيم الديمقراطية، وأصبح من الواضح بعد سقوط الطغاة أن عقوداً من الاستبداد قد ملحت الأرض، لم تكن هناك أحزاب معارضة لتسخير وتوجيه الطاقة السياسية ولا شخصيات كاريزمية عادت من المنفى أو هربت من السجن لتحفيز الحركات السياسية، ولا مجال للخطاب السياسي لأنه لم يكن هناك نظام إعلامي أو مساحة فكرية صحية بما يكفي لمقاومة الاستيلاء على السلطة بالمؤامرات والطائفية، الشيء ذاته الذي جعل الربيع العربي قوة تاريخية مروعة أنه كان حركة مدعومة من الناس وليس لها زعيم أو أيديولوجيا يفككها في النهاية،
لقد ابتلع الفراغ الثورة. في هذا التعثر هناك أصداء ودروس في المقاومة التي تواجهها الحركات المناهضة للمؤسسة في الغرب، من حياة السود مهمة إلى التحديات للوسط من اليسار. ما واجهه الربيع العربي كان لغزاً عالمياً، كيفية تحويل القوى التي تطالب بالمساواة إلى تلك التي تحققها. اليوم من الصعب رؤية ما هو أبعد من السردية الراسخة للفشل. الملايين من النازحين في سوريا وليبيا واليمن، الموتى والمفقودون، الجثث التي تملأ السجون السياسية في مصر، لكن نظرة فحيصة تكشف عن تأكيد طويل الأمد لما كان في يوم من الأيام مثيراً للغاية. ليس أقله هو حالة انعدام الأمن التي زرعها الربيع العربي بين الزعماء لاحقاً. رأى ديفيد هيرست محرر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بشن ما هو أقل طموحاً من حملة صليبية علمانية، ليس لإنقاذ القدس ولكن لإنقاذ روح فرنسا الجمهورية الخيالية. يرى هيرست أن الحقيقة ليست مصدر قلق كبير لإيمانويل ماكرون مثل المجتمعات الغربية الأخرى. تعاني فرنسا من مشاكل في الحفاظ على النظام الاجتماعي غير المرتبط بالتطرف الديني. لقد انكسر السلم الاجتماعي، هناك حواجز بين الأجيال ومجموعات الدخل والأقليات العرقية وسكان الريف والحضر أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. لقد فقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أهميته كبلسم تعويضي لثلاثة حروب فرنسية ألمانية. اليسار محطم واليمين المتطرف يتطور. ويقول هيرست إن ماكرون نفسه ليس لديه إجابات في ظل احتمال خوضه معركة من أجل اجتياز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في عام 2022. لذا فإن التهمة الموجهة إلى ماكرون ليست إلى حد أن يسير على خطى رجلين يتردد صداها في الشرق الأوسط حتى يومنا هذا، توني بلير وجورج بوش، على الرغم من أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيليبان رفض في ذلك الوقت المشاركة في غزو العراق. إن ماكرون يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية في جرائم القتل الوحشية في شارلي إبدو والمعلم صموئيل باتي. ما فعله ماكرون هو إطلاق ما هو أقل طموحاً من حملة صليبية علمانية، ليس لإنقاذ القدس ولكن لإنقاذ روح فرنسا الجمهورية الخيالية. وتابع هيرست في تحليله الذي ترجمته أنه لمدة 4 سنوات كافح المدعون الفرنسيون لإثبات أن مؤامرة جهادية متعددة الجنسيات كانت وراء الهجمات على صحيفة شارل إبدو ومتجر يهودي في باريس. ستشهد السماء فوق نصف الكرة الشمالية عرضاً ضوئياً أو عرضاً ضوئياً يحدث مرة واحدة في العمر، إذ يقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك الاقتران العظيم. وتشهد ظاهرة تقارباً شبه تام بين مداري كوكبي المشتري وزحل، ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي يوم الاثنين، وهو أقصر يوم في العام، وستجعل هذه الظروف الكوكبين أقرب وأكثر بريقاً من أي وقت مضى منذ 800 عام، على افتراض أن السماء صافية. وقال هنري ثروب عالم الفلك في مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في واشنطن: فكر في الكوكبين على أنهما على مضمار سباق، ولكل منهما حارته الخاصة. نتابع مع مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور.
في الختام مشاهدينا، تقبلوا منا أطيب التحيات ودمتم بألف خير.